مراقبة دائمة واعتقالات غاشمة، تضييق على الشعائر والعبادات، حظر للحى ومنع للحجاب والصلاة وحتى الصيام، مساجد تهدم ومدارس تغلق وأرواح تباد بلا إحصاء. إنها تركستان الشرقية، أرض مسلم الإيغور المنسية، والتي يقبع بها 10 ملايين مسلم تحت التهديد والترويع والعنف من قبل الحكومة الصينية. لو رأيتها في الماضي لقلت كما قال شكيب أرسلان قبل نصف قرن: مسلم الصين ليس في هذه الدنيا. ولو ذهبت إليها الآن لكررت مقولته. فما الذي يعانيه المسلمون هناك؟ وما الذي أخرجهم من هذه الدنيا على الرغم من وجودهم بين أضخم محيط بشري عرفه التاريخ؟ من الإسلام إلى الاضطهاد. في نهايات القرن الأول الهجري، وتحديداً عام 95 هجرية، طرق جيوش الإسلام أبواب إقليم تركستان تحت قيادة قتيبة بن مسلم الباهلي، لتسطع شمس الإسلام على الإقليم في مرحلة مبكرة من تاريخ الرسالة، وتمتلئ أركانه بعلماء الإسلام ومجاهديه، وتسخر جوانبه بالمساجد والمدارس الإسلامية، لتتحول أرض تركستان إلى قلعة حصينة من قلاع الإسلام، وتترسخ الثقافة الإسلامية في أرجائها. لكن مع دخول القرن 19 وسقوط العديد من الأقطار الإسلامية في قبضة الاحتلال، جرى على الإقليم التركستاني ما جرى على غيره، إلا أن يد المحتل لم تمتد هذه المرة من الغرب. فمنذ 60ات القرن 19 وحتى وقت قريب، كانت تركستان محل تنازع أكبر قوتين بالشرق، روسيا والصين. ففي عام 1865 سيطر الروس على نصفها الغربي المعروف آنذاك بتركستان الغربية أو الروسية، والتي تم تقسيمها عام 1922 إلى 5 جمهوريات، هي أوزباكستان وقازاخستان وقيرغستان وتركمانستان وطاجكستان. وبينما نالت هذه الجمهوريات استقلالها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، بقيت تركستان الشرقية في قبضة الصين التي احتلتها عام 1876، لتضمها إلى أملاكها تحت اسم شينغيانغ أو المستعمرة الجديدة. منذ ذلك الحين وحتى اليوم، وما تزال الصين تطوق منطقة تركستان الشرقية بطوق أمني شديد المراقبة، حتى مجرد الاتصال بالعالم الخارجي هو حلم بعيد المنال لمسلم الإيغور، حتى لو كان هذا العالم الخارجي هو الأهل والأصدقاء. وفي أحضان هذا المعتقل الكبير، أنشأ الاحتلال الصيني معسكرات ومعتقلات وضع فيها مئات الألوف من الإيغور المسلمين لإعادة تأهيلهم وتثقيفهم وفق تعاليم الحزب الشيوعي والأمة الصينية، بعيدا عن ديانتهم الإسلامية وثقافتها التي يراد طمسها تحت الاحتلال. في عام 1949 واجه الحزب الوطني الصيني سقوطه السياسي المدوي، ليصعد على أنقاضه الحزب الشيوعي ويحكم قبضته العسكرية على تركستان الشرقية، ليبدأ حكمه فيها بمجازر دموية شديدة البشاعة هدفت إلى طمس الهوية الإسلامية ومعالمها وفرض النظام الشيوعي الإلحادي على المسلمين بالقوة، في خطة تطهير عرقي شملت كل مسلمي الإقليم. ففي دراسة عن التهجير الصيني في تركستان الشرقية، يرصد الباحث رحمة الله أحمد رحمتي 3 مراحل متباينة اتبعت خلالها الحكومة الصينية خطوات متدرجة هدفت لمحو الهوية الإسلامية وطمس المعالم الحضارية للإيغور المسلمين. فتبدأ المرحلة الأولى مع مرحلة البناء الشيوعي وسيطرته على الصين، وقد امتدت بين عامي 1949 و1965، وقام خلالها الصينيون بالتمهيد للنفوذ الشيوعي والتطهير العرقي ضد المسلمين، فعملوا على القضاء على الزعماء الوطنيين والعلماء وتطبيق النظام الشيوعي عبر مصادرة الأملاك والأوقاف واعتقال الأثرياء والمفكرين وبسط السيطرة الصينية من خلال تكثيف الموظفين الصينيين في الإدارات والمراكز الحكومية والشعبية، ليدخل الاحتلال الصيني بعد ذاك مرحلته الثانية التي استمرت حتى عام 1977، والتي كانت مرحلة طمس الثقافة والهوية الإسلامية بالإقليم. وخلالها سعت القوات الصينية الشيوعية للقضاء على التعاليم الإسلامية والمعالم الوطنية في تركستان الشرقية، فأغلقت المساجد والمؤسسات الثقافية، ومنع المسلمون من ممارسة الشعائر الدينية بالقتل والإرهاب، وفرض استعمال اللغة الصينية فرضا قسريا، كما أحرقت وصودرت الكتب الإسلامية. لتأتي المرحلة الثالثة في النهاية،
ليقوم الاحتلال الصيني بين عامي 1978 و1988 بتطبيق سياسة التصيين الثقافي والقومي لأهالي تركستان، بعدما نجحت سياستهم الإرهابية في التخلص من القوى الإسلامية والوطنية المعارضة وبث الرعب والخوف في نفوس المسلمين. إلا أن هذه المراحل الثلاث لم تمر على مسلم الإقليم دون مقاومة أو نضال، فقد ذكر رحمة الله أن المسلمين قاموا بالعديد من الانتفاضات والثورات، فرفضوا المدارس الحكومية، وبدأ العلماء والمفكرون في الاهتمام بالتعليم الإسلامي كالشيخ عبد القادر دملة على سبيل المثال، والذي وضع جملة كتب في التعليم الحديث ودعا لمحاربة الأمية والجهل بين المسلمين، الأمر الذي واجهته القوات الصينية بدموية لم تتوقف حتى وقتنا الراهن، حتى أن المفكر الصيني ويزغ الأوسكار يرى أنه إذا استمر الحال على هذا المنوال فإن الإيغور سيصبحون في القريب أو البعيد أقلية في وطنهم، وسيصبح الوطن الإيغوري في تركستان الشرقية لا أساس له، إبادة ممنهجة. في مارس 2021 نشر معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسات بالاشتراك مع مركز راؤول الدولي لحقوق الإنسان تقريرا حقوقيا مفصلا حول الانتهاكات الصينية وإبادتها للمسلمين الإيغور بتركستان. ليعلن التقرير أن الحكومة الصينية تنفذ حملة مركزة للوقاية من الولادة تستهدف النساء في سن الإنجاب في المناطق التي يتركز فيها الإيغور عبر التعقيم القسري الجماعي والإجهاض وفرض تركيب اللولب النحاسي الرحمي، وهو الأمر الذي لم تنكره حكومة الصين نفسها، بل وصرحت أن الغرض من هذه الحملات هو التأكد من توقف نساء الإيغور عن كونهم آلات لصنع الأطفال، وحتى لا يترك شيء للصدفة فإن الرجل هو الآخر لن يترك بلا قيد، ولهذا لم تتوقف اعتقالات الرجال على الإطلاق. وقد آتت هذه السياسات أكلها بحسب ما يذكره التقرير، إذ أن معدلات النمو في المناطق التي يتركز فيها الإيغور باتت تقترب من الصفر بشكل متزايد، وهذا كله بجانب ما يذكره التقرير من حملات السلطات المحلية لإغلاق مدارس المسلمين وتدمير المساجد وتحويل غالبيتها إلى مساحات تجارية، الأمر الذي يظهر نية الاحتلال الصيني في تدمير الإيغور كمجموعة عرقية بالمعنى الحرفي المذكور في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية. وفي تقرير آخر نشرته منظمة حقوق الإنسان Human Rights Watch عام 2021 رصد التقرير أشكالا متعددة من الانتهاكات الصينية بحق مسلمي الإيغور، منها قيام الصين بإنشاء شبكة مراقبة جماعية تتتبع من خلالها الإيغور، تشمل استخدام تقنية التعرف على الوجوه وأجهزة خاصة لرصد محتويات الهواتف المحمولة وعمليات واسعة النطاق لجمع المعلومات البيولوجية عن كل فرد على حدة. كما يذكر التقرير أن اضطهاد الحكومة الصينية للمسلمين ليس ظاهرة جديدة، إلا أنه وصل في السنوات الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك حينما احتجز الصينيون ما يقارب مليون مسلم بشكل تعسفي وتم وضعهم في معتقلات ومنشآت عسكرية أعدت خصيصا لهذا الغرض. إلا أن الصين لم تكن لتترك نفسها دون دفاع، وليس ثمة دفاع أسهل من الفزاعة العالمية للإرهاب الإسلامي. فالصين الشيوعية التي أبادت ملايين الأرواح تتهم مسلم الإيغور المستضعفين بالإرهاب والتطرف، وبحسب تقرير لوكالة بي بي سي البريطانية فإن سياسات الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ الهادفة لتحييد الانتماءات الدينية والسياسية في عموم الصين قد فاقمت من الممارسات القسرية في حق الإيغور، ليجد عباد المسلمون أنفسهم محرومين من حق الصلاة ومهددين بشأن ممارسة شعائرهم الإسلامية حتى بين جدران بيوتهم. وعلى الرغم من التقارير والشهادات والأدلة التي توثق جرائم الحكومة الصينية، لم يتحرك المجتمع الدولي لنصرة الإيغور ومعاقبة الصين، ولم تغلق العلامات التجارية فروعها بالصين وتقاطع المنتجات الصينية أو تمنح مسلمي تركستان الدعم المادي واللوجستي بمليارات الدولارات كما نرى ونسمع في شأن أوكرانيا. فما لم يتحرك المسلمون لنصرة قضاياهم فلن يتحرك أحد. لكن كم من المسلمين يعرف أن له إخوانا يكابدون هذا العناء ويحيون خارج الدنيا التي نحيا بها؟ نشكركم على المشاهدة. للمزيد من الفيديوهات ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا.